اهلا وسهلا يا دكتور، بنرحب بحضرتك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور طارق سالم، استشاري امراض القلب. اهلا حافظ وسهلا دمياط. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تقول لنا رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ بصراحه كارديو اليكس كل سنه بيبقى فيه احدث ما وصل اليه الطب في مجالات المتفرعه او فروع امراض القلب او تشخيص وعلاج امراض القلب. كارديو اليكس انا بحضره جايز من 10 سنين 11 سنه، كل سنه ببقى حريص جدا ان انا احضر فيه، وبفضل الله ثم فضل طبعا اساتذتنا في جامعه اسكندريه، فيه فعلا تطور وفيه طفره كل سنه. يعني احنا كل سنه نقول طب هو مفيش احسن من كده، كل سنه بنيجي نلاقي فيه فعلا احسن من كده، وبنلاقي تقدم اللاست ابديت، الحاجات احدث ما وصل اليه الطب في الكارديولوجي او في علم امراض القلب بنشوفه. حريص جدا ان انا اشارك كل سنه. احب طبعا يعني اوجه شكر للاورجنايز كوميتي، استاذ الدكتور محمد صبح طبعا، استاذ الدكتور محمد ايمن، كل سنه فعلا بيقدموا جديد. استاذ الدكتور محمد صبح، استاذ الدكتور محمد ايمن، وطبعا اللجنه المنظمه، باقي الساده الاساتذه في اللجنه المنظمه بنشكرهم وبوجه لهم شكر جزيل الشكر، لان فعلا كل سنه بنلاقي الجديد. خاصه الاستاذ الدكتور محمد ايمن هو يعني لا افضل كتير جدا جدا عليا، وانا يعني ممتن ليه جدا. واكرر طبعا شكري لكل الساده المنظمين، شركه ايكوم، واساتذتنا اساتذه جامعه اسكندريه، وطبعا اساتذتنا في الجامعه المصريه امراض القلب، لان فعلا ده مجهود كبير جدا. وكارديو اليكس بيعتقد من اكبر مؤتمرين في مصر، هم كارديو اليكس وكارديو ايجيبت، هم اكبر مؤتمرين لامراض القلب في مصر. يعني في الفاكولتي دينر الدكتور محمد صبح قال ان السبيكرز والاتندنس الحضور وصل 8000 طبيب، وده شيء جميل جدا جدا، مستوى رائع جدا وعدد كبير جدا من الاطباء، وده بينم على حرص كل الاطباء فعلا المشاركه في المؤتمر. ربنا يفضل كده كل سنه ان شاء الله. شكرا. دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن التوبيك بتاع البرزنتيشن بتاعت حضرتك؟ والله انا اتكلمت النهارده او اتكلمت يعني في الكارديو اكس 2018، قدمت حاله، هي حاله غريبه شويه، هي حاله كانت مشخصه ان شاب عنده 21 سنه متشخص ان هو عنده حمى روماتيزميه على صمام الاورطه. احنا عندنا في القلب اربع صمامات، صمام الاورطه ده صمام الاربعه، فكان متشخص ان هو عنده حمى روماتيزميه في امراض القلب بايكو ثنائي الابعاد. فبالايكو انا المريض جالي، هو كان اول مره يجي لي اعمل له ايكو كفولو اب، فمن خلال ثنائي الابعاد حسيت لا التشخيص مش دقيق، الموضوع مش موضوع حمى روماتيزميه، اكيد فيه حاجه ابعد من كده، لان فيه لكل مرض ليه صفات معينه كده بيظهر في الايكو. الايكو ده اللي هو الموجات فوق صوتيه على القلب. وبالتالي لجأت ال 3 دي ايكو، اللي هو ايكو ثلاثي الابعاد عن طريق منظار القلب، وبفضل الله فعلا ثبت ان هو فعلا التشخيص كان غير دقيق شويه، في تشخيص ثاني هو اللي كان موجود وثبت بالدراسه المنظار القلب ثلاثي الابعاد. وعرضت الحمد لله الحاله للساده الزملاء، وده من اهميه طبعا الكارديو اليكس والمؤتمرات الكبيره، ان بنعرض الحالات اللي هي بتبقى رير شويه وتبقى غريبه ونادره، بحيث ان احنا طبعا بنستفاد ان احنا وصلنا بفضل الله يعني رساله لزمايلنا الصغيرين وزمايلنا عموما. احنا كلنا بنتعلم وسنظل نتعلم طبعا لحد ما نموت يعني. فدي رساله مهمه جدا لكل زملائي وزمايلنا الجينيورز اللي هم لسه في بدايه الطريق، ان هم دايما يتعلموا، ان هم دايما يوصلوا يعني يوصلوا البحث العلمي، ويوصلوا التطلع او الاطلاع وممارسه الجديد في التكنولوجيا، دايما في تكنولوجيا امراض القلب من خلال الكاردك ام ار اي والسي تي والايكو ثلاثي الابعاد وثنائي الابعاد، الايكو العادي والايكو بالمنظار. فده يعني دي صوره مبسطه، لان احنا فعلا دعوه لزملائنا ان احنا لازم دايما نكون حريصين ان احنا نتعلم الجديد في التكنولوجي، لان ده بيساعدنا اكتر ان احنا نوصل لتشخيص ادق، وبالتالي كل ده في مصلحه المريض المصري، ان احنا طبعا بنعمل كل المجهود، كل ان احنا بنتعلم علشان نفيده في الاخر. بس جدا لوقت حضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم، شكرا جدا، شكرا لحضرتك.